عاملين ايه؟ يا رب تكونوا تمام. الجو النهارده غريب بس انا بحب المطر قوي. المطر بتخلي مودي حلو جدا وبتخليني مبسوطه جدا جدا جدا، فقلت اطلع. اخر مره حطيت لكم في ستوري، قلت لكم اسالوني وانا هجاوب. انا ما كنتش متخيله حجم كميه الاسئله اصلا، وكان فيها اسئله كتير، حاجات انتوا عايزين تعرفوها عني، واسئله كتير بسالوني في مواضيع يمكن اتكلمت فيها بس بقالي فتره الفيديوهات، ممكن من سنه او من سنتين او من ثلاثه، فممكن تكونوا في ناس ما لحقتهاش. فقلت اطلع تاني عشان تسالوني وانا اجاوب. فحطوا لي الاسئله في ايكون الاسئله وانا هجاوب على اي اسئله من اي نوع ان شاء الله قد ما اقدر. النهارده عندي يوم طويل، راح على البرنامج، بعد البرنامج عندي تصوير حاجة متأكدة ان هي هتعجبكم، حاجة لذيذة قوي. وبس، وخلينا نتكلم في موضوع برضو thank you. وخلينا برضو نتكلم في موضوع لحد ما تبدأوا تبعدوا الأسئلة. ردي أسئلة جد. حلو قوي السؤال ده. السؤال انا هقول بس السؤال، لان انا اكتشفت لما بنسيف اللايف الاسئله ما بتبقاش موجوده. ايه اكتر حاجه شايفاها ممكن تدي ثقه في النفس؟ طيب اول حاجه، موضوع الثقه في النفس ده موضوع مهم قوي. في ناس كتيره، احنا ممكن نفتح دي موضوع الثقة بالنفس ده، في ناس كتيرة بتقولي انت ما شاء الله واثقة في نفسك جدا، اللي هو بطلع منكوشة وبطلع وشكلي حلو وبطلع وانا تعبانة وبطلع كل حاجة. يعني موضوع الثقة بالنفس ده مش حاجة، مش عارفة بصراحة هي حاجة الواحد بيتولد بيها ولا لأ. خليني اذاكر الموضوع علميا يعني، او الاحصائيات والدراسات اتعملت عليه، بس هقول لكم مثلا عن تجربتي وعن تجربة ناس كتيرة قوي حواليا. موضوع الثقة بالنفس بيجي يعني مراحل كده، يعني كل ما بتكبر، كل ما بتنضج، كل ما بتزيد ثقتك بنفسك، كل ما في تجارب في حياتك بتديك ثقة في نفسك اكتر، بتعلمك اكتر انه انت تستاهل، انه انت حلو. حلو مش شكل خالص، واي حد يا جماعة معتمد على جمال الشكل ده بيبقى حد فاضي عموما، يعني راجل او ست اللي معتمد على جمال شكله او جمال اي حاجة عنده، جمال حتى شهاداته، جمال اسم عيلته، عيشته، ده عمره ما بيكمل. الجمال الحقيقي جمال الروح، الجمال اللي هو من جوه، وده بيجي لما احنا نشتغل على نفسنا، نشتغل على ان احنا نحب نفسنا، نشتغل على ان احنا نطور من نفسنا. مش كلام كتب ولا كلام اللي هو بيتقال في ميكروفونات، لا ده كلام بجد، اللي هو كل ما بتشتغل على نفسك، كل ما بتطور نفسك، كل ما بتقابل تحديات، كل ما هتزيد ثقتك في نفسك. ومن اكتر الحاجات اللي ممكن تعملوها عشان يبقى عندكم ثقه في نفسكم ان انتوا طول الوقت تشتغلوا على نفسكم. طول الوقت بحاول عمال اجيب الموبايل كده وكده عشان اشوف هطلع احلى فين اللايت، ازاي الدنيا مضلمه في كل حته. فاول حاجه تعملوها، ما تحاولوش تثبتوا لحد حاجه، دي اول حاجه. حد شايفكم شريرين خلاص يبقى انا شرير، انت زي ما انت شايفني. ما تحاولش تثبت لحد حاجة، اثبت لنفسك، اكد لنفسك انه انا مش الشخص ده. مش مهم الناس بتقول عليا ايه، مش مهم الناس شايفيني ازاي، مهم انا شايف نفسي ازاي. فالثقة في النفس بتيجي بالتعليم وبان انت تتحدى نفسك كمان. يعني هقول لكم على حاجة، انا بمناسبة الثقة في النفس، زمان ايام المدرسة كان معايا واحده من صحابي كانت على طول تقول لي، هي كانت على طول عامله شعرها من النص كده وعلى طول عندها قصه قصيره خالص اللي هي ما شاء الله قمر هي. فكنت مثلا مره قاعدين فبقول لها ايه ده، انا نفسي قوي اعمل شعري زيك. فقالت لي ايه، لا لا انت ما ينفعش تعملي التسريحه دي خالص، اولا انت قرتك عريضه جدا، كنت صغيره قوي. فمن ساعتها وانا لحد مثلا عايزه اقول لكم لحد اخر العشرينات وانا مقتنعه ان انا قرتي عريضه جدا، ما ينفعش اعمل التسريحه دي نهائي. على طول جايبه شعري اللي هو عاملاه كده، هبوظ التسريحه اللي انا لسه عاملاها، بس اللي هو على طول عامله شعري كده على الجنب، وعلى طول اولمس كنت ببقى عامله كده ومخبيه قرتي، شايفه ان انا كده حلوه قوي، مستخبيه جوه شعري، مخبيه ملامحي، ما كنتش ابدا الم شعري لورا، لا ما كنتش بحب نفسي زي دلوقتي. امتى بقى بدات احب نفسي قوي؟ الحمد لله ان هو اتظبط تاني. انا اصلا يعني مش كده يا جماعة، انتوا مش غرب بقى، مش مهم. نظبطه بعدين. من الحاجات بقى اللي علمتني ان انا ابقى واثقة في نفسي، طب اللي هو ايه،
انا كده مش هبقى احلى حاجه، طب انا هعمل كده مره واجرب هيحصل ايه يعني، حتى لو مش احلى حاجه بس انا مبسوطه اديني جربت حاجه جديده. وفاجئت بقى انه اول ما بدات اعمل حاجات انا ما كنتش بعملها، البس مثلا طريقه ما كنتش بلبسها، اعمل شعري تسريحات ما كنتش بعملها، انه ناس تقول لي ايه ده شكلك كده احلى، شكلك كده لذيذ، الموضوع مختلف، شكلك حلو. اللي هو يا جماعه احنا ساعات بنبقى شايفين نفسنا بشكل الناس شايفيننا بشكل تاني خالص، تاني على موضوع الثقه بالنفس وموضوع احنا بنشوف نفسنا ازاي. في جابوا رسامين وجابوا 5 ستات وقعدوا كل واحده مع رسام وقالت له وقال لها انا مش هشوفك، اوصفي لي نفسك، انت اوصفي لي شايفه نفسك ازاي. فبدات تقول له بقى يعني مثلا واحده زي كانت تقول له قرطي عريضه قوي، كانت تقول له كده، مناخيرك كبيره قوي، مش عارفه خدودي فيها ايه، تحت عيني اسود قوي. كل واحده ست بتشوف نفسها مركزه مثلا في حته معينه، كل راجل شايف انه انا اصلع قوي، انا شعري راجع لورا قوي، اللي هو شايف نفسه ازاي. فبداوا يرسموا كل شخص زي ما هو حكى، زي ما هو وصف نفسه. وبعد كده جابوا حد تاني يوصفه، حد تاني يجي يوصفني انا، فيقول اللي هو مثلا شايفني بشكل تاني. طبعا لو جابوا جوزي هيوصفني قمر، هيطلع رسمة تانية الرسام. قارنوا بقى الرسومات بتاعت لما احنا وصفين نفسنا ولما حد وصفنا، لقوا ايه؟ انه احنا المجتمع بيشوفنا احلى ما احنا شايفين نفسنا، المجتمع او الناس بيبصوا على الحلو اللي فينا اكتر ما احنا بنبص على الحلو اللي فينا. فدربوا نفسكم على ده وجربوا تعملوا ده، هيفرق معاكم قوي. مش فاكره يعني القصه اللي انا حكيتها لكم دي كانت انهي باحث هو اللي كان قالها بصراحه، بس انا كنت سمعتها منه. حلو قوي السؤال ده، ازاي ابقى نوران قنديل في 5 دقايق؟ ما تبقيش حد، انك ما تبقيش حد، ما تبقيش، اوعي تبقي كوبي بيست من حد، مش هتليق عليكي، انت هتبقي احسن منها لو اشتغلتي على نفسك. فاشتغلي على نفسك، حبي نفسك، حبي اللي حواليكي، كله هيبقى بينو او بونو. السؤال ده مهم قوي، ازاي ما تعصبش بسرعه، ازاي ما تسرعش في رد قبل لما اسمع الكلام، ازاي اهدى وما تعصبش وما اكون هادي. اول حاجه، مجرد انه هقول لكم على حاجه، معلش الرد عميق شويه، مجرد انه يعني مثلا اللي بيسالني السؤال ده اكيد هي متخيله ان انا كده طبعا. فانا كتير بيجيلي اسئله مش انا الشخص اصلا اللي احسن حد هيرد فيها، لاكتر من سبب، لان انا محتاجه حد يعلمني ازاي ما اتعصبش بسرعه، لان انا بتعصب بسرعه وبتاثر بسرعه جدا وبعيط بسرعه جدا جدا. مش عارفه اللايف ده شكلي ايه، هقول تمام. وبتعصب اللي هو بتزربن، امتى بتعصب وبتزربن؟ لو حد تخطى حدود معايا، او لو حد استغل طبتي، او لو حد توقع انه انا مثلا عشان انا ما بردش على حد بيسيء ليا انا مش هعرف ارد طول الوقت. بس بصراحه انا يمكن برضو سالتني السؤال ده لان انا بيجيلي نيجاتيف كومنتس وما بردش ردود سلبيه، بتحكم في اعصابي شويه، حاسه ان الشعرايه دي هناك. ماشي يا جماعه استحملوني استحملوني. هو ايه اللايف كان في حته باظ فيها شعري، كانت في اول اللايف عشان الناس اللي لسه جايه. ف بحاول بقى دلوقتي اللي اولا اتمرنت على كده، مرنت نفسي زي ما مرنت نفسي ان انا احب نفسي، وزي صباح الجمال انا، وزي ما مرنت نفسي ان انا بقى عندي ثقه في نفسي، مرنت نفسي ان انا برضو اكون هاديه في الرد، مرنت نفسي ان انا لما اغلط، اولا انا من زمان بصراحه لما اغلط بعتذر بصراحه جدا، انا ممكن اكون من اكتر الناس كده يعني، انا ممكن انام مرتاح اروح في النوم خالص 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 لو حد غلطان فيا وما اعتذرليش، لو حد ظلمني، لو حد اذاني. لكن لو انا تسببت في جرح لحد، في اذيه نفسيه لحد، في غلطت في حد، ظلمت حد، ما اعرفش انام، ما يجيليش نوم خالص خالص، منهاره افضل لحد انا اسفه ما كانش قصدي، انا اصلا اتسرعت. فده كمان بيتعبني. فبقيت بعمل ايه؟ باخد وقت واهدى واحتسب كده عند ربنا وافكر مره واثنين وثلاثه، وبعدين بكتشف انه ده يعني انه ده كان احسن ليا. يعني انا فاكره في مره يعني كان عليا ضغط من كل حواليا، لا اطلعي ردي، ما ينفعش حد يقول عليكي كذا وانت ساكته، مش عارفه. قلت لهم يا جماعه انا مش هرد تماما تماما،
انا حاسه ان انا مش قادره ارد. وفعلا ده كان احسن قرار انا اخدته ان انا ما ردتش اصلا. وده كان احسن رد، انه في ناس المواقف هي اللي بترد عليهم مش كلامنا هو اللي بيرد عليهم. I love you قوي يا جماعه. مش سؤال بس انا بحبك قوي وحشتيني قوي وانا بموت فيكم والله بجد جدا 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 جدا. طيب حلو السؤال ده قوي. نصيحة لشباب الجيل الصغير من خلال تجربتك. اولا شكرا، يعني شكرا. مش هاخد شفت الجيل الصغير على فكرة صغيرة جدا، على فكرة انا 34 سنة يعني ما عجزتش قوي، بالعكس انا احب اتكلم مع الجيل الصغير واحب اقول لهم انه انا مش صغيرة وانا تجربتي في الحياة وفي الشغل في الحياة العملية وفي الحياة الاجتماعية مش قليلة خالص، بالعكس انا اصلا حد ممكن اكون في حياتي العملية الصعوبات اللي قابلتني او التحديات او الانكسارات كانت اقل من في الحياة الاجتماعية وفي حياتي الشخصية، وكل ده علمني في حياتي العملية. اتحطيت في يعني انا خدت، يعني انا فاكرة في وقت كان في 2011 او 2012 كنت مديرة 9 دول منهم أولمس 7 رجالة، وأنا أصلا ما عنديش يعني كنت قد كده صغيرة، ومن الرجالة دول واحد عنده حاجة و40 سنة أكبر مني بكتير. ده علمني كتير. كنت بقعد مثلا أول ميتنج قعدته معاهم قلت لهم إيه، قلت لهم كان في 2 أكبر مني في السن، قلت لهم ممكن أكون مش اكبر منكو سنا وممكن اكون كمان مش اكبر منكو خبرة، بس ممكن اللي انا درسته يساعدكم. وكنت ساعتها بقى بتكلم على دراستي للماسترز اوف انترناشنال بزنس ادمنستريشن، لانه انا جماعة درسة مين لي، انا درسة صيدلة وبعدها اكبر دراسة درستها هي الماركتينج اصلا، يعني مش عارفة صحيح بمناسبة الموضوع ده تحبوا اديكوا نصايح عن التسويق وعن البيرسونال براندنج وعن الماركتينج اصلا، لانه انا بدرس في الجامعه ماركتينج عشان يمكن ناس كتير متلخبطه في الموضوع ده، فبقولوا لي كده تحبوا اديكوا نصايح عن الموضوع ده، تحبوا اتكلم في تيبس للماركتينج ولا لا. فلو جينا بقى للسؤال اللي هو اللي اتسال لي نصايح للجيل الجديد، اولا انا وانا في ثانوية عامة عمري ما كان هدفي اكون الاولى على المدرسة او ان انا اجيب 90 أو 95%، لا انا هدفي اكون الاولى على الجمهورية والاولى على المدرسة وما ضيعش ولا درجة. فانا ببقى هدفي بالعكس مش هجيب كام، لا انا مش هضيع ولا درجة، انا هقفل ببص لأعلى حاجة. تاني حاجة بقى دي مرحلة ثانوية عامة، والحمد لله قدرت ان انا وطول عمري من اوائل المدرسه، يعني طول عمري انا الحمد لله الحمد لله طول عمري يعني متعوده ان انا اللي هو مش بكمبيت خالص، انا بعمل احسن حاجه بعمل اللي عليا قوي، مش فارق لي ابقى الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه، بس فارق لي ان انا بقى عملت اللي عليا وفرحت اللي حواليا وراضيه عن نفسي. دي اول حاجه. بالنسبه للجامعه بصراحه مش هضحك عليكم، الجامعه ما كنتش يعني اللي هو فظيعه يعني من التوب الاوائل، كنت حاجه في الحاجه و20 بس برضو جيد جدا مرتبه شرف بس مش امتياز، واللي هو لا بالعكس انا في اعدادي صيدله مش قادره انسى الموضوع ده، ده حصري ما قلتوش قبل كده، ماما اصلا اولمس كانت هتطردني من البيت، انا طلعت عند خالته كانت خالته ساعتها ساكنه فوقينا، انا شلت ماده شلت ماده، انا ما بحبش الماث ما بحبش الرياضه ما بحبهاش، يعني الثانويه عامه كلها ناقصه 3 درجات وحاجه منهم يعني 3 ماث، يعني واحده مقفله فيزيكس بيولوجي كيمستري بقفل، يعني بقفل مواد ما حدش بيقفل المواد دي اصلا، بقفل ان انا ادخل صيدله واشيل ماده كانت ماما طبعا بنتها فلزت كبدها الاسطوره، وانا عندي 2 اخوات اكبر مني الاثنين مهندسين احمد ومحمود، احمد كبير قوي فاحمد اكبر مني ب3 سنين، كان احمد في الجامعه وانا محمود في ثانويه عامه، فانا كنت
انا رغاية قوي لما بقعد استرسل في الكلام بكتشف ان انا رغاية قوي، فيا رب تكونوا مش بتصدعوا مني يا رب بجد. فانا كنت وانا في تانية ثانوي، محمود كان في تالتة ثانوي، فكنت باخد كتب محمود، فاجي مثلا افتح الكتاب عارفين لما الكتاب يبقى محمود هيقتلني يا رب ما اتفرجش على اللايف ده. محمود مهندس كوميونيكيشن باي ذا واي، واحمد مهندس ميكانيكا باور. احمد مش عايش في مصر عشان كده انتوا مش بتشوفوه خالص لان كورونا جت كملت على الموضوع. محمود بيظهر معايا every now and then، وبنته على طول معايا، وناس كتير قوي فاكرين ان جوري بنتي اصلا، ربنا يخليها لي هو ومعي. ف هيقتلني هو ليترلي هيقتلني بعد اللايف ده متاكده. هم طبعا شاطرين جدا ماث، اتنين مهندسين. انا بكره الرياضه، كنت باخد كتب محمود الاقي الكتاب بيزيق وانا بفتحه بيزيق. يعني انا كانت حتى مدرسينه ومدرسيني يقولوا لماما ايه، لا محمود شاطر جدا ولماح جدا وذكي قوي، نور او نوره مدرسيني كانوا بيقولوا لي نوره، وفي العيله بيقولوا لي نوره مجتهده بتذاكر كتير. هي مش ذكيه قوي بذكاء اخواتها، بس هي بتذاكر كتير بتعمل مجهود كبير قوي. فاللي حصل انه اجي مثلا مره اللي هو بفتح مثلا صفحه الاقيها، عارفين لما تبقى الصفحه دي ملزوقه في اللي قبلها ما اتفتحتش، اعملها بالجديده نوفي، اللي هو اروح كده اقول له محمود انت يعني انت ما فتحت، يقول انت مالك خشي نامي خشي نامي ماما، ما تقول له شايف اختك شايف اختك. اللي هو بقى جامده قوي يعني. مش مهم يا جماعه دخلت كليه ايه، مش مهم جبتوا كام، المهم بعدين. يعني انا فاكره كويس قوي المقارنات دي وحشه قوي قوي من اوحش المراحل اللي في حياتي، كانت نوره جابت كام وفلان جاب كام وفلانه جابت كام، كانت مرحله وحشه قوي. احنا ليه اصلا كانوا بيقعدوا يقارنوا مين جاب كام؟ يعني انا دخلت صيدله، ابن خالتي حبيبي دلوقتي ما شاء الله بتفشخر بيه في كل حته، هو دخل حقوق، كنا احنا الاثنين في نفس السن. هو دلوقتي انا اللي كنت محمد والنبي عايزه كذا دلوقتي ما شاء الله رئيس نيابه قد الدنيا، يعني قد الدنيا بتفشخر بيه في كل حته فعلا. فاللي هو مش مهم دخلت كليه ايه، المهم الكليه دي دخلت، تطلع بقى من اوائل الدفعه، تترقى تتعين نيابه قضاء، اللي هو دخلت تجاره، درست بعد كده فاينانس، درست حاجه ادفانسد في الاكاونتنج، مسكت حاجه كبيره. مش مهم دخلت كليه ايه، مش مصطلح يا جماعه كليات قمه ده بيستفزني جدا. يعني لو نصيحه بقى فعلا للجيل الجديد، مش مهم انت اصلا دخلت كليه ايه خالص، المهم انت هتعمل فيها ايه. حتى لو انت دلوقتي مش مهم الشغلانه اللي انت بتشتغلها، بتشتغل ويتر، لا انت شغلانتك شغلانه مهمه وانت بتعمل حاجه مهمه وحب اللي انت بتشتغله ايا كانت الشغلانه. ولو حسيت ان اللي انت بتشتغل معاه بتعامل معاك ان انت شغال عنده، اديله على دماغه، محدش شغال عند حد خالص، كلنا شغالين مع بعض، كلنا شغالين مع بعض. بس انت البوزيشن بتاعك ان انت بترشح الاكل لحد مثلا او بتقدم له الاكل، هو البوزيشن بتاعه ان هو صاحب المطعم، ده البوزيشن بتاعه، سواء من غيرك ولا حاجه. فخليك مؤمن باللي انت بتعمله، خليك حابب اللي انت بتعمله. لو انت شغلانتك ان انت بتعمل فيديوهات على اليوتيوب مسليه بتضحك الناس، حاول تركز ان انت ما تقلدش حد، ضحك الناس بطريقه لذيذه، سليهم، اتعب على المحتوى بتاعك. لسه شايفه one of my best friends اصلا بالصدفه، يعني فتحت الاكونت كانت نزلها حاجه، فبفتح الاكونت عايزه ابص عليها تاني، فلقيت هي كاتبه في البايوجرافي، هتكلم معاها في الموضوع ده، I'm not an influencer. لا هو كلمه انفلونسر مش عيب، مش حاجه تضايق، بس انا ما ينفعش اقول على نفسي انفلونس. الناس بقى قالت ان انا بانفلونس حياتهم، دي حاجه لذيذه، لكن ما ينفعش نوصل لمرحله ان احنا نقلل من حاجه او نسمح لحد ان هو يقلل من اللي احنا بنعمله. اي هوب اكون في الاجابه الطويله العريضه دي قلت حاجه تفيدكم. ايه تاني؟ تم 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 تم، جاوبنا على ده. حبيبي لا والله مش متضايقه، بالعكس، ما انا اصلا بس بشوف، معلش بس بص على التليفون سريعا. طيب تتعاملي ازاي مع الاكتئاب ولما تحسي ان عندك عدم شغف تجاه اي شيء؟ طيب نقطه مهمه قوي في السؤال ده، اول حاجه يا جماعه للاسف طبعا ناس كثيره جدا جالها كورونا الفتره اللي فاتت، وانا من الناس اللي جات لها كورونا في عزها بقى. يعني انا جات لي كورونا في شهر 6 في عز ما الكورونا دي كانت ليها شنه ورنه، يعني اللي هو ايه، جات لي يعني جوزي طبيب وجاله منه جاله كورونا وانا تعديت منه، واللي هو بقى ياسر اللي هو اول حاجه هنكتب وصيه بقى خلاص.
كانت ليها شنة ورنة. أولا يا جماعة في دراسات كتيرة جدا اتعملت دلوقتي على موضوع الكورونا، ولقوا أصلا إنه معظم أغلب المتعافين من كورونا بيجيلهم اكتئاب بعد ما يتعافوا من كورونا، بعد ما يتعافوا تماما وبعد ما يرجعوا لحياتهم الطبيعية تماما. فأنا جالي اكتئاب، واكتئاب شديد جدا، وأكتر من موقف تسبب لي في اكتئاب. لما جالي برضو العصب السابع ووشي اتغير تماما وتحول تماما، جالي برضو اكتئاب. فبتعامل ازاي مع الاكتئاب بعد ما ولدت برضو دانيا وتاليا؟ باي ذا واي، كلنا بنتعرض لضغوط، وكلنا بيجي علينا وقت ان حاسين الحياة وقفت، وانه اللي جاي كله خلاص متدمر وفي انهيار، وانه كلنا بيحصل لنا كده. المهم لما ده يحصل احنا نبقى عارفين من جوانا، وصدقوني المسج دي مهمة قوي قوي قوي، ويا رب تفتكروها، ويا رب اللي سمعها يبلغها للي ما سمعهاش. لما تحس ان الدنيا قفلت، فكر في انها خلاص هتفتح تاني very soon، وهتفتح احلى من الاول، وانه الفرج جاي قريب قوي، والحياة تبقى احلى، لانه عمرها ما هتكمل كده عمرها. وبعدين دايما بقول حاجة مهمة قوي برضو، انه احنا في الدنيا، احنا مش في الاخر خلاص، يعني احنا في الدنيا هي ترايل طول الوقت، احنا عاملين زي فيران التجارب كده، احنا في تجارب بتجرى علينا، تجارب الهية بتحصل لنا من فوق، تجارب جميلة بتخلينا احلى، بتخلينا انضف، بتخلينا اقوى، بتحطينا في مراتب اعلى. فاحنا في دار اختبار، احنا طول الوقت في اختبارات، عاملين امتحانات، عاملين نمتحن. فخليك بقى قدي الامتحان ومستعد للامتحان، عشان بعدين تحس انه يعني عملت اللي عليك. طيب نوصل ازاي لدرجة الرضا، السلام الداخلي، من غير اوفر سينكينج مميت؟ هقولك على خطوة انا اخدتها، انا حاسة ان انا المرحلة دي من حياتي بعد اللوك داون والكلام ده، انا في اكتر مرحلة عندي سلام نفسي اكتر من الاول. اول حاجة، اي حد توكسيك حواليكي اقطعي معاه، انا بقى اقطعي معاه ماشي، اوجهي، لو هو قطع يبقى جات منه ويبقى ده الخير. وجهي اللي هو مثلا حد انت حاسة ان هو ما بيحبكيش قوي، بيتكلم عليكي من ورا ظهرك وعارفة، روحي قولي انت بتتكلم عليا، انت بتتكلمي عليا، انا مش هستعمل معاكو تاني، او انا عايزة احط حدود لعلاقتنا مع بعض. مش هتندموا على القرار ده كمان، هي عمركم ما هتندموا على القرار ده. حط فلتر شويه كده، حاسه ان شكلي كده ألذ كتير، مش عارفه، ممكن كده كده اغير لكم شويه كده عشان ما تزهقوش مني. جربت وعايزين نتكلم على موضوع الفلترز ده خلاص. طيب بمناسبه موضوع السلام لا ده صعب، بمناسبه موضوع السلام النفسي والسلام الداخلي، من اكتر حاجات هتساعدكم يبقى عندكم سلام نفسي ان انتوا تحبوا نفسكم زي ما انتوا. يعني الفلترز دي كانت من اسباب، والسوشيال ميديا كانت من الاسباب اللي عملت لناس ضغوط كتيره. هو بيشوف في ناس اصلا مش الانفلونسرز او المشاهير هما اللي عملوا ضغط للناس، لا، ده الناس هي اللي عملت ضغط لنفسها، الناس اللي عودت نفسها على الفلترز، واللي اتعودت اول ما تمسك الموبايل تشوف شكلها بالفلتر ده، مش قادره تشوف نفسها كده، مش قادره تشوف نفسها كده، مش قادره تشوف نفسها كده من غير فلتر، خلاص هي اتعودت على شكلها كده فبقتش حابه الشكل التاني. بلس بصراحه السوشيال ميديا والمشاهير تسببوا في ضغوط على الناس، لانه احنا بنشير اللحظات الحلوه، احنا بنتحمس نتكلم ونسوشيالايز، تتحمسوا تخرجوا عموما، احنا كناس لما بيبقى شكلنا احلى بنتحمس نعزم الناس عندنا وبيتنا مترتب، فكلنا بنبقى عايزين نشارك الحاجه الحلوه. في ناس، انا مش قصدي اكيد ان انا ابين للناس ان حياتي بيرفكت، لانه اكس يعني مفيش حد حياته بيرفكت، وهي حياتي مش بيرفكت اصلا، فانتوا فاهميني. بس فازاي نوصل لمرحله السلام الداخلي؟ ندرب نفسنا على ده، نواجه اي حد ممكن يكون بيهز ثقتنا بنفسنا، ده هيفرق معانا جدا. طم طم طم. لو عملت ماتشا باللبن والعسل ده هيحرق عادي، خليني اكون واضحه معاكم، الماتشا فوائدها كتيرة جدا في تحسين المود وفي زيادة الحرق وفي تظبيط الضغط وفي التهاب المفاصل وفي ان هي تشيل التهابات من الجسم وان هي تقلل التوتر جدا وان هي تخليك مركز ومصحصح
بطريقه بتكنيك بميكانيزم الزم القهوه بكتير. القهوه تخليك مصحصح ساعه ساعتين وفجاه داون، الماتش 6 7 ساعات مصحصح ومودك حلو وهادي مش مبحلق كده ومتوتر. بس بصراحه الماتش يا جماعه لو عايزينها علشان تخسس، اكتر حاجه احسن حاجه تشربوها بميه بس. انا بشربها بلبن وعسل لان انا بحب طعمها وبحب القيمه الغذائيه اللي فيها، فبحطها حتى في وصفات تكون وصفات بتخن، يعني ممكن احطها في مكرونه، ممكن احطها في شوربه، ممكن احطها في كوكيز عادي جدا. ايه راي حضرتك لو حد بيرد الاذى بالتجاهل؟ one day يكون معايا حد من صحابي وطالع لايف اسالوهم، انا اكتر حد بيعمل كده، اكتر حد اتاذى دايركت وان دايركت واذيه جامده جدا وتجاهلت لدرجه ان كل حواليا كانوا مستغربين، وتجاهلت عن قوه مش عن ضعف، كنت قادره جدا ارد وارد ردود اللي هو هرد الالم بعشرة. بس صدقوني حلو، احساس حلو جدا. تجاهلوا وربنا هيجيب لكم حقكم اضعاف الاضعاف وانتوا قاعدين لحد عندكم، ما اصل هو موجود. بالعكس في ناس بتحاول تاذيك وهي في المجمل بتاذي نفسها، فهم بيأذوا نفسهم اصلا ان هم شغالين بالهم بيك، اصل انت مش محور الكون يعني، ولا هم محور الكون عندك. في ناس متخيلين ان هم في ناس اللي الناس قاعده تفكر فيا طول الوقت، لا هم مش بيفكروا فيك اصلا طول الوقت، ولا انت في دماغهم ولا هم في دماغك، فاللي هو كبروا دماغكم كله بقى تمام. عندك كام سنة؟ 34 سنة. حلو قوي. ازاي تخصصي تغذية وانتي صيدلانية؟ دراسات التغذية الافيلبل اونلاين مفيش اكتر منها. انا اول ما درست حاجة اونلاين درستها لنفسي، اصلا ما درستهاش عشان اعمل بيها حاجة. بس ازاي فتحت عياده في يوم من الايام؟ ما فتحتش عياده طبعا مرخصه باسمي، انا اصلا جوزي طبيب فكنت بمارس في العيادات بتاعته، لكن كسل داني لحد دلوقتي. مش من حقك ان انت ترخص عياده ولا ان انت تكتب ادويه في عياده، وانا كنت بعمل هيلث كوتشنج اللي هو بقعد جلسات بنتكلم بنغير اللايف ستايل، بس فيش اجهزه فيش ادويه فيش اي حاجه. بس ايفن الموضوع ده خلى ناس كانت فاكره ان انا بكمبيت، اللي هو لا يا جماعه مش لعبه مش عايزه. ازاي ادخل مجال الماركتينج؟ بتبداي ماركتينج دبلومه، دي اسهل حاجه، بعد كده ماسترز، بس انا بدات ماسترز على طول، عملتها في سلاسكا باريس بزنس سكول. السؤال ده بقى انا اخر حد يتساله، ازاي الواحد ما يبقاش حساس زياده وكل حاجه تاثر فيه زياده عن اللزوم؟ انا اخر حد يتسال السؤال ده، انا سنسيتيف وايموشنال، يعني انا الاثنين، انا كتله اللي هو حساسه جدا. وانا فاكره زمان اول شغلانه اشتغلتها خالص كنت جونسون جونسون ميديكال، والسي او بتاعنا كان عندي مشكله كبيره مع مديرتي، كنت فيري سنسيتيف، وقال لي كلمه مهمه قوي، قال لي مش عيب ان انت حساسه خالص، لان انت انسانه وممكن في يوم من الايام. كان اسمه دكتور احمد عز الدين، هو دلوقتي سي او او جي ام بتاع اكبر مجموعه مستشفيات دلوقتي ابراج. فالراجل ده علمني كتير، ساعتها لما حصل خلاف بيني وبين مديرتي قال لها الكلمه دي حد انا اتعلمت منها، قال لها ما هو مش كل مانجر كوتش، مش كل كوتش مانجر. يعني ايه؟ ممكن تكون مدير شاطر بس مش بتعرف تعلم الناس تحتيك حاجه، طب بتعرف تشتغل بس مش بتعرف تعلم، مش بتعرف تطور الناس تحتيك. وساعتها قال لها برضو، قال لها ممكن تمانجي الناس بسلطتك وممكن تمانجيهم بشخصيتك، فالانجح واللي بيطول انك تمانجيهم بشخصيتك، وده اللي انا بعمله دلوقتي مع التيم بتاعي، انه لازم لو انتوا مش حابيني ما تشتغلوش معايا، لو انتوا مش تستحملوني انا في الشغل صعب ما تشتغلوش معايا. فبس فموضوع السنسيتيفيتي
ده لا انا very sensitive وللاسف بتاثر. ممكن اكون بقيت بحاول اخرج نفسي من الموضوع او ما باخدش كل الحاجات personal، بالعكس بقيت باخد بقى الحاجات. وحتى دلوقتي انا بحب في صحابي مثلا اللي هو لو اختلفنا في حاجه ما يقولوش الموضوع personal، انا مختلفه معاكي في وجهه نظر بس مش بكرهك كشخص. هاخد سؤال واحد كمان عشان الحق ابص الحلقه. معلش انا مش لاحقه، معلش. تجربتي في ثانويه عامه دي هحكيها في فيديو كامل، حاضر عينيا، لان هي تجربه قصه طويله. بس بالظبط الفيلم بتاع نجيبه متولي الخولي اللي هو كنت ولد اصلا مش بنت. نصايح عن الماركتينج، انا فعلا بفكر بجد اني اعمل فيديوز عن الماركتينج واتكلم عن الماركتينج وابسط المعلومات المهمة بتاعت الماركتينج اللي لازم اي حد بيسكس يكون عارفها. فحاضر اتفقنا، خلاص هعمل كده. قدرتي تحققي حاجات كتيرة في حياتك وفي الشغل وانتي صغيرة؟ انه اهم حاجة اليوم بتاعي ما يكونش خلص غير ما اكون عملت حاجة، بس on daily basis كده لازم اكون عملت حاجة، حاجة لليوم والبكرة واللي قدام. طب يا جماعة انا لازم اقفل معاكم، مع انه مبسوطة قوي باللايف والاسئلة اللذيذة قوي، بس انا طبيبة برضو باخد MBA يمكن زي وهدخل هوسبيتال. برافو 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 برافو. اثر الماتش على جسمي؟ لا الماتش انا لما انا الفترة انتوا هتشوفوا اصلا reshaping، وبجد بجد يعني اي حتى انا لما بتحصل عليا ضغوط كبيره جدا لو الموضوع مش بياخد اكتر من يومين ثلاثه، والحمد لله برجع تمام. طب يا جماعه انا اتبسطت قوي باللايف معاكم، يا رب اكون سليتكم، وادعوا لي النهارده اليوم يبقى لذيذ كده، الشمس طلعت الحمد لله تاني. لوف يو لوف يو لوف يو، وبس باي باي.